الله يبارك في عمرك. ان شاء الله بس تكون انك مبسوط من الكلام اللي كتبته. لا لا، بالنسبه لك انا بهمني جدا كشيخ. يعني خلي الرئيس يعرف انك انت ما قصرتش معنا بالمره. يعني شوف، الافكار موجوده وما بتخلص. شو يا اخوي، خلي سامر وش اسمه والزامل والاشكال هاي المصدقين شك شك. خليهم يشكوا شك، شاطرين بس يتغولوا علينا. انت مش عارف شو اللي عملوه فيه، راحوا على التعليم العالي ودربوا البنات في هذا شو اسمه سامر، ورجعهم قال بده يدرب اعضاء التدريس كلياتها. طب انت قاعد بعماتك وقاعد بمركزك، مركز التعلم الالكتروني، ليش شو لك بالتدريب حتى تتغول على الدورات اللي هنا؟ كلياته حسد وحقد لما شافوا اننا قاعدين بنشتغل. بس على كل حال انا بصرف لك بالتفصيل، بوريك الكتب اللي مسوينها. بس هاي شقه وردة اعتبار، يعني شايف. والايام الجايه انا كنت اتمنى انك تكون معنا بالمشروع، يعني انجيش يعني موجود. ماشي، ووجودك بيسهل علينا مهمه كبيره كمان. على بركة الله، على بركة الله، الله يطول عمرك ويجزيك الخير. وأنا والله أنا ما إليت على رغم إني أنا أعطيته إنديكيشن إنه المشاريع الدولية هم نخب أول. يا دكتور فارس، اسأله ليش هذول شو باقيين يخبصوا؟ يعني هذول مش دارين على الله وين حاطهم. لا ما بعرفوا اصلا، انتم بالنسبه لكم ولا اي مأخذ نهائي، كله ابديت. بكل انا قلت له شيء فل، قلت له بس قلت له مش المشاريع الدوليه، حتى هم مبرمجين ببرمجوا بديهم يعني. صليت انا. يا سيدي العزيز، على بركه الله، ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويطول عمرك يا دكتور غازي. بارك الله فيك، اشكرك، حياك الله، الله يطول عمرك، يا هلا بك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. انا اسف لانه كان معي مدير المشاريع الدوليه فما تمكنتش اخش معكم على الخط. على العموم، اليوم اللهم صل على سيدنا، نشوف وين الحضور. ما شاء الله ما شاء الله، على رأي المصريين، الله ينور. بعدني ما عملت الكوش شير، شايفين شاشتي انتو؟ لا ما في جد. لا هسه بعمل الكوش شير، ابشروا، ما فيش عندكم مشكلة. اوكي هيك؟ اوكي. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، المرة الماضية أخذنا عن الـ E to the power X، طلبنا تحلوا لنا الواجب، مش هيك؟ مش هيك يا شباب؟ صح مظبوط دكتور. طيب احنا بدنا نعفيكم من السلافي هاي. نعم أنا تفضل. حليته. ها؟ أنا حليته. أنا عارف إنه في ناس حلو، وممكن في ناس كمان يعني غيريك حلو، بس انا بدي انا بدي احله بنفسي. طبعا انا بعتذر، هاي الصوره انا ما بعرفش كيف جايه من الموقع، بس على العموم انا بدي اخزن هذا الايمج وبعدين بفتحه امامكم هون. اوكي طيب، بدي احله انا الكو، وراح اعطيكم مكانه
اللهم صل على سيدنا محمد. ليش طيب؟ طيب اوكي كلكم شايفينه صح ولا لا؟ هاي الاي الاي تو ذا باور اكس. الان انا بدي اصغر شاشه السبايدر. خلينا نيجي هون. خلينا نكتب، بدي اياه نكون قريبات من بعض على اساس اقدر اوريكم كيف بدنا نكتب البرنامج. تفضلي دكتورة. ما بطولش ان شاء الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بدي السيريز تكون موجودة. اوكي هيك الترتيب كويس صح؟ ارفعها هاي كمان لفوق شوي. دكتور؟ نعم نعم. تقدر تكبس ويندوز وسهم يمين او شمال عشان تخليهم جنب بعض. اوكي مش مشكلة. انا لا مش بجنب بعض. اوكي اوكي انا بدي اياها يكون اشوف السيريز وبعدين اكتب تحتيها البرنامج، فانا قاعد برتب فيهم ترتيب. خلص اوكي هيك ما فيش مشكله. هاي امبورت. الان بدي اشيل هذا كلياته وننتبه. لاحظوا زي ما حكينا قلنا بدنا اي قوه اكس اللي هي الاكسبوننشال اوف اكس. ماشي. انا بغض النظر الان راح اطلع اسماءكم وأشوف يعني أو خليني بالبداية أسأل سؤال. كلكم حليتوا البرنامج ولا في ناس ما حلوهوش؟ يا يوسف دكتور أنا طلع معي إيرور يعني غلط. طيب أنا الآن بدي تتابعوا معي الحل اللي أنا راح أسويه وبعدين راح أعطي assignment المختبر هذا تجيبوها المختبر الجاي. المختبر الجاي راح نتوسع في يعني بدي أشوف حلولكم كل واحد أشوف حله وراح يكون في عليه علامات. الآن أنا ما بديش أحط علامات، بدي أحل المسألة هاي معاكم. تمام. أول حاجة بدنا ننتبه إنه الحد الأول واحد دائما، زائد اكس زائد اكس تربيع على 2 مضروب، معناته بده يكون في عندي شيء يحسب المضروب، مضبوط ولا لا؟ فخليني اعمل فانكشن ديف فاكتوريال. ماشي، خلينا نسميه فاكتوريال اوف ان بشكل عام او اكس زي ما بدك، يعني ما بتفرقش بشكل عام. الان كيف بدي احسب الفاكتوريال؟ طبعا انا في عندي بالماث فاكتوريال جاهز، لكن انا بدي اعمل فانكشن يحسب هو الفاكتوريال. كيف احسب الفاكتوريال؟ دكتور تساوي ريكيرجن. خليكم معي 5. خلينا بس نحط هون انوتيت أو خلينا نكتب كتاب بعدين نرد نشطبه. 5 مضروب شو تساوي؟ 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، واللي هي نفسها equal 1 ضرب
2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 مظبوط؟ مش نفس الشيء؟ هاي الخمسة مضروب على سبيل المثال. طيب سؤال ثاني، الصفر مضروب شو يساوي؟ صفر، صفر مضروب يساوي واحد. واحد واحد. والواحد مضروب شو يساوي؟ واحد دكتور. برضو واحد. صفر. صفر مضروب يساوي واحد، والواحد مضروب برضو يساوي واحد. إذن لكن بشكل عام أن مضروب شو تساوي؟ أن ضرب أن ناقص واحد ضرب أن ناقص اثنين ضرب أن ناقص ثلاث إلى حتى نوصل لوين؟ للواحد. مزبوط ولا لا؟ هذا بحيث إنه أن أكبر أو تساوي أكبر من واحد، بحيث إنه أن مالها أكبر من واحد. خلاص وصلت الفكرة؟ هاي إن جنرال آخر معادلة هي اللي حطيتها أنا، هاي إن جنرال. إذا بدي أترجم هذا الإشي لمعادلة، لا 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 بدي أترجم هذا الإشي إلى، خلينا نقول إلى برنامج، إلى فانكشن. طيب سؤال آخر بدي أسألكم إياه، واضحة هاي المعادلة؟ آخر معادلة واضحة شو معناها؟ رياضيا أنا قاعد بكتب رياضيات، لا ما بكتب برمجة. واضحة هاي آخر واحدة شو بتعني؟ طيب الآن لو جيت قلت لكم بدي أشيل الواحد من هون وأشيل الواحد من هون، بيأثر على النتيجة؟ لا لا ما بيأثر على النتيجة. مظبوط ولا لا؟ ما بيأثر على النتيجة. إذن الواحد حتى وجوده أو عدم وجوده ونفس الإشي، لأنه هو عنصر محايد أصلاً لعملية الضرب. أي إشي بتضربه بواحد بعطيك إياه. معناته إحنا خلينا نقول بالشكل التالي، بدنا نترجم هذا الإشي. فهمنا هسه شو معنى الفاكتوريال؟ لأنه أنا عندي المقام، إذا بتلاحظوا مقام أي حاجة هو الفاكتوريال. مظبوط ولا لا؟ أنا قاعد بكتب فانكشن فقط عشان أستريح من مين؟ من إيجاد الفاكتوريال للأرقام هاي اللي من تحت بالسيريز، شايفينها؟ فشو بقول؟ فاكت مثلا equal 1، بعدين 4 I in range. الرينج من وين لوين؟ بإمكاني أقول من 2 إلى N، صح؟ فاكت. أيوة شو أكتب؟ مين بقول لي؟ يلا دكتور، ضرب يساوي الان لازم تكون زائد واحد لانه الرينج بالاخير. دقيقه بس، دقيقه خليكي معي، لا تستعجليش الامور بس شويه، لاني انا يعني وانا اكتب الان بسال اسئله، بعدين برد اسال اسئله عشان بدي الناس تشارك تستنتج. الان شو اكتب هنا؟ حطيت فاكت ايكوال 1 اللي هو العنصر المحايد لعمليه الضرب، بعدين فتحت رينج من 2 لأن، لأنه قلنا الواحد ممكن نشيله ما بضرش على عملية الضرب، أو أصلاً حاطينه قبل الدوران. بعدين هون شو بدي أحط؟ فاكت إيش؟ ضرب يساوي I، فاكت ستار إيكوال I. مين اللي حكت قبل شوي؟ أنا شو؟ سارة. سالي، سالي المومني، صح؟ لا الزعبي، سالي الزعبي. مش مشكلة، شو الفكرة اللي حكيتيها يا سالي؟ انه لازم الان تكون ان زائد واحد لانه الرينج بالاخير ما باخذ اخر رقم. احسنتي احسنتي، وهذا السؤال كنت بدي اسالكوا اياه، انه هذا البرنامج مش صحيح هيك، لانه لازم هاي تكون بلس 1. ليش بلس 1؟ لانه الرينج اخر قيمة اصلا ما بتدخل في الرينج، وبالتالي انا هنا كملت خلص، هذا الفانكشن بيعمل الفاكتوريال. طيب شو احط هنا؟ مين بقول لي؟ ريتيرن. ريتيرن ريتيرن ايش؟ بالله ريز يور هاند، ارفع ايدك، اللي بده يجاوب يرفع ايده. عبد الرحمن تفضل. ريتيرن الفاكت. ريتيرن ايش؟ الفاكت. الفاكت، احسنت، خلص انتهى الفانكشن تاعنا. هاي بدي احط كومنت
هذا الفانكشن تاعنا اللي بحسب الفاكتوريال انتهى. الان انا بدي اعمل انبوت. انبوت لمين؟ شو الانبوت اللي عندي؟ في عندي ان وفي عندي ايش؟ قيمه اكس، مظبوط ولا لا؟ قيمه اكس قلنا بدنا ناخذها رينج مش قضيه، لكن ان قديش عدد الحدود اللي بدنا اياهن، مظبوط ولا لا؟ فبدي اقول له ان ايكوال انتجر انبوت انتر نمبر اوف تيرمز، ان اللي هي بتمثل عدد التيرمز، مظبوط ولا لا؟ قديش عدد الحدود اللي بدك يجمعهن؟ خلص هاي ان. الان بدي اطبع الترويسه. الترويسه شو بتقول لي؟ برنت x سلاش t، او قبل الاكس خلينا نحط ان اول شيء، كوما اكس لا احنا المتغير عندنا، المتغير عندنا بدنا اياه ان، لكن اكس اللي بدنا ندخلها، الاكس قيمه اكس هي اللي بدنا ندخلها كثابته. المتغير عندي ان، المتغير عندي ان، فانا هون خلينا اكس مثلا اللي هي قيمه اكس، وهنا اكس سلاش تي، بعدين شو كمان بدنا نحط؟ نحط اي to the power x بعدين slash t slash t فاصلة x of x exponential of x. هاي المحسوبة من وين؟ من الجهاز. وصلت الفكرة؟ وهاي انتر وهاي برنت. هون كمان خلينا نفس البرنت هاي نعمل لها كوبي، كنترول سي، اسف، كنترول في، وبنحط سلاشز، تو سلاشز بكفي او 3، وهون نفس الشيء 3 سلاشز بكفي، اي تو ذا باور اكس حنحط 4 5 سلاشز، وهون نفس الشيء. هاي ترويسة الجدول، انا قاعد برسم فيها رسم ترى، يعني مش هذول كمان 5 تمام. بعدين الان خلص هاي الترويسة. قبل ما ادخل على الدوران، بدي ادخل على دوران، مين بقول لي شو اسوي هسه؟ اول شيء هذا مجموع صح ولا لا؟ 1 زائد 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 زائد. شو العنصر المحايد لعملية الجمع؟ صفر. إذا شو لازم أعمل حتى أركم الجمع هذا؟ شو لازم أحط؟ شو لازم أسوي؟ بدي أعمل متغير، مظبوط؟ مين بيعرف شو الخطوة الأولى هذا قبل ما أدخل على الدوران؟ Raise your hand. عبد الرحمن، لا أنت يا دكناش جاوبت قبل شوي. بدنا واحد غيريك. يوسف تفضل. دكتور ان تساوي صفر بنحط ان؟ نعم. لا ان ما هي عدد التيرمز، يعني بدنا ناخذها رينج. شوف لك اسم متغير اخر، لو قلنا صم ايكوال زيرو بصير ولا ما بصيرش؟ أو خل نحطها كابيتال على أساس تكون اسم متغير، لأنه الصم كأنه شو اسمه محجوز. هاي صم إيكوال زيرو، مظبوط ولا لا؟ الآن شو أسوي؟ مين عنده فكرة؟ فور فور إيش؟ يلا ريز يور هاند. أحمد رضا تفضل. For an n for an n range بالضبط للخمسة مثلا
لا الخمسة ما فيش مشكلة، من واحد معناته لا لا من خمسة مثلا فاصلة مية فاصلة خمسة هذيك من خمسة لغاية مثلا نعم لغاية 30 الديفولت واحد مظبوط؟ من خمسة لثلاثين الديفولت بالزيادة واحد أصلا. شو أسوي هسا؟ نحط واحد بتو ممكن نحط واحد فاصلة أن زائد واحد واحد فاصلة أن زائد واحد لا I in range الواحد للأن ماينس واحد لا احنا ان بتتغير مرة خمسة مرة يعني ان بدي اخذها متغيرة بس كل مرة باخذ قيمة ان ليش مرة خمس مرات خمس مرات معناها بدي احسب مجموع لخمسة تيرمز اذا اخذت ستة بدي احسب مجموع لستة تيرمز اذا اخذت يعني انا كل مرة يعني بدي اخذ قيمة ان وكل مرة بدي أحسب المجموع هذا يعني من يعني لسه في عندي لوب ثاني مالكو لوب ثاني وحتى هاي الصم مكانها غلط راح تشوفوا الآن إنه مكانها غلط مش شون طيب فكروا فيها بس شوي خليني أسكر هالباب ثواني بس شباب الآن مين بقول لي شو أسوي الآن for I in range من وين لوين من الصفر default واحد إلى N plus 1 صح؟ إن. هاي المعادلة شو آخرها؟ X to the power N صح؟ على N مضروب مضبوط ولا لا؟ بس N بتروح أول مرة راح يكون الحد الأول 1 مضبوط ولا لا؟ وما أنه الحد الأول واحد يعني معناته sum plus equal one plus صح ولا لا أو sum هنا بدل ما تكون صفر تبدأ من صفر وين راح تبدأ أحسن من واحد من واحد مظبوط sum plus شو أحطها x star star كابيتال لا ليش كبت لا بحكي الصم الصم كابيتال اكس ستار ستار اكس ستار ستار ايش مين بقول لي يلا طلوا على اكس هون قديش القوه تاعتها يا عبد الرحمن تفضل ان طلوا اكس قوه واحد اكس قوه واحد بعدين شو صارت 2 3 بعدين 1 قوة N زائد واحد متغير باء إذن X قوة I صح على إيش يلا طلوا هاي فاكتوريال هاي شو أصلها X قوة واحد على واحد فاكتوريال صح X تربيع على اثنين على اثنين فاكتوريال X قوة ثلاثة على ثلاثة فاكتوريال معناته X قوة I على على I فاكتوريال فاكتوريال I of I صح نستدعي الفانكشن اللي هو فاكتوريال هي مظبوط فاكتوريال of I طيب انتهى الدوران عندنا مظبوط ولا لا بس في نقطة مهمة جدا في نقطة هون مهمة جدا جدا لأن هون لازم احط اف ستيتمنت مين بقول لي شو الاف ستيتمنت اللي بدي احطها يلا اف ان ايكوال 0 او تساوي 1 then
return one. طيب else بدي أعمل هيك صح؟ مظبوط؟ مظبوط كلامي ولا لا؟ مظبوط مظبوط. هاي بتغطي حالة الصفر أو السوالب، وهاي بتغطي حالة الواحد. معاي انتو؟ ايوه خلص عادي، بدنا نرفع الشاشة لفوق عشان بدنا نشتغل. تمام؟ إذا هاي انتهى، هاي حسبت الفاكتوريال لمين؟ لأول قيمة لأن اللي هي عند الخمسة صح؟ مظبوط؟ هيك كم المرة هذا راح يلف؟ من واحد لخمسة وراح يطلع لنا النتيجة. لما يطلع النتيجة شو لازم أسويه الآن؟ جوا الدوران الخارجي مش لازم أطبعها؟ إذا برنت، برنت إيش؟ مين بقول لي؟ برنت للأن والإكس وال... أيوة برنت آه. أن بعدين أكمل تاب لازم أترك سلاش تي، بعدين شو المطلوب تبعته كمان؟ إكس سلاش تي. هاي ها هاي كمان إكس، هون قيمة إكس فاصلة كمان سلاش تي. تمام، شو المطلوب كمان طباعته؟ إي قوة إكس اللي هو حسبناه اللي هو الصم صح ولا لا؟ مظبوط، هاي الصم هذا اللي حسبناه، اللي حسبناه باستخدام طريقتنا باستخدام الدوران، فاصلة سلاش تي سلاش تي. شو بدنا نحسب الآن؟ math dot exponential لا مين؟ يلا مالكم يا جماعة، المسألة سهلة. لا إكس، لا إكس، انتهى البرنامج. البرنامج as easy as this. يا سلام. لسه طيب. في خطوة يا دكتور، على أساس ما تطلعش القيم كلها بجنب بعض، شو رأيك تعمل برنت بالشكل هذا، تترك سطر فراغ بعد ما عشان ينزل على السطر الثاني كل مرة، يعني كل مرة أنت بتطبع النتيجة. الآن مكان الصم هذا غلط، ليش؟ هذا شو لازم أسوي فيه؟ وين لازم، وين لازم يكون؟ مين بقول لي؟ raise your hand. ما غيرك يا عبد الرحمن. آه مين 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 كمان raise hand؟ دقيقة، أحمد وغيرك يا أحمد. بدي غير عبد الرحمن وأحمد. الصم وين لازم يكون مكانها؟ مكانها غلط. وشو السبب؟ بدي يحلل لي شو السبب. raise your hand يلا، بدي اشوف واحد. لا حتى لو كان جوابك غلط لا تستحي منه، ما في مشكله، ارفع ايدك وجاوب عادي. ايوه مين؟ ساره المومني. اه دكتور تفضلي. لازم تكون بعد اللوب الثانيه. بعد اللوب الثانيه يعني انتبهي كويس، انتبهي يا سارة. هاي كات جيت حطيتها هون، هون قصدك كنترول في. اه معناته كل لفة بالدوران بدها ترجع واحد صح؟ لكن انا ليش بدي احط الصم ايكوال 1؟ عشان احسب المتسلسلة هاي بالدوران، فهاي وين مكانها المناسب؟ وكل مرة بحسب على رقم، مثلا أخذ مرة للخمسة أن خمسة، حسب المرة الجاية لما بده يأخذ أن ستة شو لازم؟ يلا يلا، مش كل مرة لازم يرجع يصفر عداد الجمع صح ولا لا؟ مش كل مرة برجع باخذ قيمة ان جديدة لازم يصفر عداد الجمع؟
معاي انتو؟ الآن بدي أعمل increment هنا، ما بديش يأخذ 5 6 7 8، لا خلينا يعني أوكي إذا بدنا نأخذ بالشكل هذا خلينا لغاية 10 بس عشان نشوف الجدول بشكل كويس. أما بعد شوي بدنا نزيد هذا عشان نشوف التوليرانس كيف باتجاه الإيرور. هيك مزبوط؟ آه يا سارة شو رأيك؟ بس يكمل حساب المرة الأولى اللي هي على N 5 هيك هاي حسبها. طبع لما يأخذ الآن N 6 شو لازم يرجع يسوي بالصم؟ يرجع من جديد صح ولا لا؟ وصلت الفكرة؟ صحيح. فوجود الصم هون بين الدورانين أو بعد الدوران الأول على أساس كل ما حسب مجموع ها يطلع يعني خلينا نقول يرجع من جديد يصفر عداد الجمع اللي هو ببلش من عند الواحد، لأنه أصلاً السيريز عندي شو هي عبارة عن واحد زائد إكس. هون أخذ أول مرة أن خمسة، لما يجي يأخذ المرة الثانية أن ستة معناها بده يبدأ من جديد من عند الواحد ويكمل، مزبوط ولا لا؟ إذن لازم كل مرة أرجع أصفر العداد. الآن بدنا نشوف النتيجة شو رأيكو؟ هاي كلير أول نعمل ران. شو رأيكو نعمل ران؟ هاي ران، وخليني أكبر لكم الشاشة شوي، شاشة الران. وهاي البرنامج، الكل شايف البرنامج كويس ولا في عندكم مشكلة؟ هاي البرنامج أوكي يا شباب؟ نعمل رن مع بعض. أشيل الشاشة هاي أطلعها لفوق شوية وهون لتحت. هاي رن وقول لي عفواً طبعاً هنا this is wrong message. This is wrong message ليش؟ مش number of terms. Enter value of x. Value of x. بس هذا مطلوب منك. أن عملناها range إحنا. تمام؟ هاي رن. Enter value of x. قديش بتكو x؟ مثلاً إي قوة. إي قوة قديش بتكو إياها؟ إي قوة 5. ماشي؟ يعني 2.7 قوة 5. هاي إنتر. بدي أوسع هاي شوية ونشوف مع بعض النتائج. شوفوا بالله أن 5 وإكس قيمتها قديش؟ 5. إي قوة إكس اللي حسبناها 91 و41%. الإكسبوننشال لإكس قديش؟ 148. يا الإيرور كبير صح؟ صح. طيب لما أخذت أن زدت أن طبعا إكس بعدها ثابتة 5 شو صارت؟ 113. زيد أن 7 شو صارت؟ 128. طبعا هاي ثابتة كمان. زيد أن صارت 138. زيد أن لتسعة شو صارت؟ 143. شو قاعد بصير؟ كونفيرجنس باتجاه مين؟ باتجاه الإشي الصحيح. هذا الإشي الصحيح. شو كل ما زدت أن شو بصير بالقيمة الناتجة؟ خلينا نرجع على البرنامج ونحط هون أن إحنا عندنا 25. نعم 30 أو 25. 30 هاي 30. شوفوا أنا بديت. طب بدنا زيادة مقدارها 5 5. شو نحط؟ فاصلة خمسة. هيك من 5 إلى 30 بزيادة مقدارها 5. خلينا نشوف. وبدي أشطب هاي لأن أوريدي البرنت بتعمل لحالها سطر لحالها. بدي أقربهم بعض عشان نشوف النتائج. بقول لي أعطيني قيمة X بقول له 5. شوفوا لما كانت N 5 وطبعاً X ثابتة 5 91 و41%، والنتيجة الصحيحة قديش؟ 148. بعيدات كثير، الإيرور ماله عالي جداً. طيب اللي بعديها 10 شو صارت؟ 146. اللي بعديها 15 شو صارت؟ ايه لاحظوا كيف صار هون؟
لما زدت ان ل 15 شو صار؟ ملاحظين؟ زيد ان ل 20 الدقه مالها صارت اعلى واعلى، زيد ان ل 25 اعلى واعلى. لو زدنا كل ما زدنا الان، يعني لو عملنا هاي لغايه 100 وهاي ران، هاي قيمه اكس 5. والله طلوا على اخر شيء لما وصل لعند ال 95، طلوا على الارقام كيف؟ شو بتلاحظوا؟ شو بتلاحظوا؟ الكالكوليتد اللي المعادله اللي احنا عملناها عن طريق السيريز اللي بنينا لها برنامج صارت تقريبا لغايه اخر خانتين. وين صار الاختلاف؟ طلوا هون اخر شيء 76، هون 6، هون قديش؟ 57. لو ازيد كمان شويه، والله لو ازيد ل 150 شو رايكم؟ هاي رن، وهاي قيمه اكس مثلا، هاي قيمه اكس 5. طبعا الارقام صارت كبيره جدا، بلاش 150، خليها 125 نشوف هسه، مش مشكله. بس انا بدي اشوف اخر ارقام، يعني 57 6 57 66، يعني مش كثير. اخر شيء بتثبت لو تلاحظ هيك 65. طبعا بدي يصير ثبات بالموضوع. نرجع للبرنامج ونضيف 2 125 زي ما حكت، وهي رن، وهي قيمة اكس 5. خلص اكثر من هيك التوليرانس مش راضي يقرب من القيمة اكثر من ما هو مقرب الان. هاي ايش؟ هاي خلص يعني لغاية 120. ما بعرف اذا منزيد كمان، هل من الممكن ان نحصل اكيرسي اعلى؟ نشوف. هاي هنزيد ل 200، نشوف هل ال 200 ممكن. هاي رن، هاي قيمه اكس 5، هل ممكن نحصل؟ مش راضي لها كثير. خلص ثبتت. ملاحظين كيف؟ بس الايرور ماله قديش بيطلع عند كل ايرور؟ لو بدك تطرح هاي القيمه تاخذ الابسوليوت فاليو لهي القيمه المحسوبه ناقص هاي، او الكبيره ناقص الصغيره، قديش بيطلع عندك الايرور؟ بوينت صغير جدا، 0 0 0 0 يعني تقريبا 1 في 10 قوه ناقص بجوز 15، which is يعتبر ماثيماتيكالي اكسبتبل. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت الفكره يا شباب؟ كيف عملنا البرنامج؟ لاحظوا هذا الفاكتوريال، صح ولا لا؟ هذا الفاكتوريال مزبوط، هذا انا عملته الفانكشن، هذا الفانكشن انا عملته عشان يحسب الفاكتوريال، واستدعيته وين؟ استدعيته هون. طيب في تحسينات ممكن اسويها على البرنامج، يعني لو جيت على هذا الفانكشن كلياته وعملت رايت كليك كومنت، عملته كله كومنت ما بدنا اياه، وجيت هون الفاكتوريال حطيت math dot، هاي math dot factorial of x of i عفوا، نفس الشيء. هذا function من وين جبته؟ هذا الفانكشن من وين جبته؟ يعني هذا كلياته الآن أنا مش بحاجته، ليش؟ شوف البرنامج كيف بصغر الان، لاني عامل امبورت للماث. وفي في شغله كمان راح يدلنا عليها شاب محترم، هسه راح احكي اسمه، المره الماضيه دلنا عليها انه فيش داعي يا دكتور تعمل الماث كلها، ليش ما تعمل امبورت لفاكتوريال فروم ماث؟ مزبوط. أكس أكس ماث
ايه ايش from four factorial from math. ايوه يا مين اللي حكى؟ مين اللي متبع معاي؟ ما هو في ناس متبعين معي. مين بقدر اعكسهم؟ اشو اكتب يعني دكتور؟ شفت الفروم ماث؟ الفروم ماث هاي حطها بالبداية. ايوه حطها بالبداية بس. ايوه ما انا بقول لكم، انا بدي واحد يحكي، انا بدي واحد. امبورت فروم ماث فاكتوريال هيك صح؟ لا غلط. لا عاد شو from from math import factorial. أيوة أحسنت. from math import factorial. طيب شو صار يعطيني خطأ؟ شو أحطه؟ شو أكتب؟ هبد هاي قوسين هاي يعني هون؟ شو المشكلة؟ اشطب math dot ايش؟ math dot تحت. احسنت احسنت احسنت، ما انك انت عامل import اذا بدك تشطب. طب هون شو اعطاني؟ في اعطاني ايرور ثاني هون بقول لي math dot exponential، انت مش عامل import للماث كلها، معناته شو لازم اسوي كمان؟ يلا مين بقول لي ما بديش نفس الاشخاص اللي بيجاوبوا قاعدين، شو لازم كمان اسوي؟ الاكسبونشنز يعني هاي العبارة شو لازم أسويها؟ أو إني بحط فاصلة؟ عادي بزبط كأنه بزبط فاصلة. إيش فاصلة كمان؟ فاصلة اللي هي الـ exponential صح؟ آه الـ exponential اشطب الماث دوت من تحت، بدي أشطب تحت الماث خلص. يا سلام والله هذا إشي بريح. طيب سؤال، لو جيت بدي أحط الباور اوف اكس كوما اي بدل الاكس اكس ستار عشان يعرفوا الناس انه باور على فاكتوريال. الباور بحاجه لامبورت اكتب الباور؟ لا لا هو لانه معرف على شو اسمه، ايوه معرف على النظام نفسه من دون الامبورت. اوريدي امبيدد ان ذا لايبراري، الكرنت لايبراري اللي بيستدعيها دائما وابدا، فيش داعي انك تجيبها من الماث، هي موجوده بالماث ولكن فيش داعي لانها اوريدي امبيدد، بيجيبها اوتوماتيكيا الباور. طيب شو صار بالبرنامج هيك ملاحظين؟ صار مور اوبتمايزد، النص تاعه صار اصغر، يعني كلياته صفى. يا دكتور شو هذا؟ كنا حاملين قبل شوي فانكشن تخلصنا منه، استخدمنا الفانكشن اللي موجود في الماث. الاكسبوننشال بدل ما نحط هون math dot كذا خلاص عملنا import لهذولا بجملة واحدة. راح تفرق النتيجة، خلينا نشوف النتائج كيف راح تكون. لو أخذنا 5 نفس النتيجة مزبوط ولا لا؟ هاي الكالكوليتد وهاي اللي من النظام. يعني الخطأ يا شباب 3 × 10^1 3 × 10^(12) / 12 الخطأ ما بين الكالكوليتد وما بين اللي بلت إن موجودة في الماث. وصلت فكرة البرنامج يا شباب؟ طبعا نرجع عشان بس ان نقول هنا لغاية 30 وبزيادة مقدارها 5 عشان نشوف الجدول كلياته، لأنه تقريبا الجدول ثبت بعد قيمة معينة. هاي N وهاي X ثابتة، هاي القيمة النتيجة اللي هون برضو كمان ثابتة، يعني بس احنا بنطبعها كل مرة عشان نقارن ما بين الكالكوليتد. شوفوا عند ما كانت قيمة N 5 يعني مشينا على 5 تيرمز أونلي، النتيجة طلع الإيرور عالي جدا، قال لك لا زيد، بدك تعمل كل ما زدت عدد التيرمز كل ما قربت من الإجابة الصحيحة. بعد فترة
ما فيش أي improvement أي تقدم بالنتيجة بتثبت عندنا بثبت كل حاجة بتثبت. وصلت الفكرة يا شباب؟ في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا مش فاهم شو اللي سوينا؟ مين حل بالطريقة هاي؟ أنا دكتور. أنا حلت بطريقة الطريقة هاي اللي كتبتها آخر شيء دكتور اللي تحت الفاكتوريال. آه يعني عملت فانكشن يعمل فاكتوريال أو آه. لا ولا استخدمت الفاكتوريال بلت إن؟ أنا أخذت الإمبورت ماث من دون ما أكتب يعني إنه الفروم ماث لإمبورت. عادي ما بضرش، ما هي أنت بتجيب اللايبراري كلها في الميموري. آه. لكن هون جاب أونلي هاي وهاي، وهذا بيخفف ضغط على الميموري. وصلت الفكرة شو الهدف؟ طيب مين جاو مين حل السؤال عدا الشباب اللي حكوا يعني raise your hand. سالي يعني أنا بدي أقول سالي ومحمد مرعي مجد مرعي ورجوب كلياتكم حليتوا بنفس الطريقة، وأحمد رضوان وجيلان وقمر الدين. يعني طريقة حليت بالطريقة الطويلة، بس السؤال بيختلف عن السؤال تبعك. أنا وصلني السؤال الثاني لأنه ما كانت نزل محاضرة. أنا متأسف لأنه كان عندي مشاكل فنية فتأخرت بتنزيل المحاضرة، بس معكم لاحظوا البرنامج يعني ما بأخذ وقت طويل، يعني فقط يعني نفس الطريقة وكل إشي بس الأرقام مختلفة. ما بضرش، مش مهم الأرقام، يعني مهم الفكرة الأيديا، إنك نفذت الأيديا زي ما هو مطلوب عندك. سيريز ترجمنا السيريز هاي لإيش؟ لا معادلة. الآن المرة هاي أنا ما فتشت عليكم، ما شفت حل كل واحد، لكن بدي أرجع لهون. وين راحت الإيمج هاي؟ وبدي أكبر. هذا حلينا أول واحد، شايفينه؟ تمام دكتور. حلينا. الآن الساين إكس، هذا ساين إكس شو بتساوي؟ إكس ناقص إكس تكعيب على ثلاثة فاكتوريال الثلاث، زائد إكس قوة خمسة على خمسة فاكتوريال ناقص، يعني مرة ناقص ومرة زائد. ناقص اللي بعديه شو بده يكون؟ زائد اللي بعديه لغاية قديش؟ يا إما بلس أو ماينس إكس قوة أن على أن فاكتوريال. كل ما زدت عدد التيرمز كل ما حسبت إكس. نفس الفكرة في ساين بلت إن موجود جاهز في البايثون، صح ولا لا؟ صحيح. وفي ساين تحسب الساين اللي هو الجيب باستخدام السيريز هاي. نفس الاشي بدك تحسب لي الساين، تعمل نفس الجدول بدل الاي قوى اكس، نفس زي برنامج الاي قوى اكس، بس المره هاي شو بدك تحسب؟ الساين. الساين. وصلت؟ وصلت يا شباب؟ إذا الأسايمنت الجاية، شو الأسايمنت الجاية؟ هاي الأسايمنت الجاية. هذا حليناها صح؟ دكتور نفس الإشي جدول؟ نفس الإشي جدول، تحط قيمة، طبعا هون عندك آخر تيرم شو راح يكون؟ إكس قوة أن، قوة أن على أن مضروب، أن مضروب. بس هون الإشارة ما بنعرف بلس أو ماينس، ممكن تكون بلس وممكن تكون ماينس. بس لاحظوا هون قديش قيمة القوة؟ واحد. الواحد هاي شو صارت بعد شوي؟ ثلاث. الثلاثة شو صارت؟ خمسة. خمسة. الخمسة شو راح تصير؟ سبعة. سبعة. إذن مقدار الزيادة قديش كل تيرم؟ اثنين. اثنين مظبوط. بدنا ننتبه، زائد كيف أخلي مرة ناقص ومرة موجب؟
أنا قاعد بعطيكم هنت مساعدة، مرة ناقص ومرة موجب. كل مرة بضرب سالب. أحسنتي، هاي أحد الأفكار الحلوة فعلا. أبشر. خليني شوفوا، هذا واضح لكم هاي صح ولا لا؟ واضح لكم شو اللي آخر تيرم، لكن لو إجينا نعبر عن الساين هاي بسميشن بمجموع، خلينا نشوف مع بعض المجموع تاع الساين كيف شكله. منه راح تستنتج أنت المعادلة، أنت راح تستنتج المعادلة، وهاي هيك. خلينا نشوف مع بعض. بس أعمل كلير للدروينج. ساين سيريز. أوكي، أنا مش عارف هاي الصورة منين بتطلع والله يا إخوان، قسما بالله يعني عارف منين بتطلع، يعني شو اللي بيطلعها بنص الشاشة مش عارف. هاي شو سيريز؟ يعني فكرها المحاضرة الماضية بعثت لك إياها على الجيميل. لا هاي يعني هاي. شفت عدلت عليها. أنا على كل حال مش مشكلة، بدي أنا بهمني هاي الآن، بهمني هاي. بالله خليني أخزنها كإيمج، هاي سيف أز إيمج مش مشكلة. أوكي سيف، بدي أحطها لحالها الآن. شايفينها مع بعض؟ هاي ساين اوف اكس، المجموع من اي بتساوي صفر الى ما لا نهايه. طبعا احنا ما بنقدرش نقول ما لا نهايه عندنا بالنسبه لنا للبايثون، بس من بناخذ ان اول مره ممكن ناخذها 10، بعدين 20، بعدين 30، كل ما زدنا ان كل ما اقتربنا من ما لا نهايه شو بصير القيمه هاي؟ تثبت. لاحظوا شو حاط هون، ماينس واحد قوة اي على 2 اي زائد واحد فاكتوريال في اكس قوة 2 اي بلس 1، يعني اخر تيرم شو راح يكون هيك؟ شايفين شو اخر تيرم راح يكون في السيريز؟ اخر تيرم راح يكون هذا، هو آخر تيرم هون، بس بشرط إنك تبدأ I من وين؟ من صفر. صفر؟ بالله يعوضوا صفر. لما تعوض صفر بصير ناقص واحد قوة صفر، هاي شو بتصير؟ واحد. صح؟ واحد. واثنين في صفر زائد واحد، هاي بصير واحد مضروب، بصير هاي واحد على واحد، صح؟ مضروبة في X قوة 2 في 0 0 زائد 1 1 في اكس. اذا شو صفت؟ صفت اكس، حصلنا مين؟ الاول. حصلنا الترم الاول. عوض اي 1 شو راح تحصل؟ الثانيه راح تحصل، اول شيء راح تصير ماينس، حط الماينس برا صح؟ لانه ناقص 1 قوه 1 ناقص 1، حط الناقص 1 برا بصير ناقص. ها؟ اكس قوة 2 في 1 زائد 1 3، اكس قوة 3 على 2 في 1 زائد 1 اللي هي 3 مضروب، يعني اكس قوة 3 على 3 مضروب ماينس، حصلنا التيرم الثاني مضبوط. اذا البرنامج شو صار بالنسبة لك الان لما عرفت هاي المعادلة؟ والله اذا ما بتحله، والله اذا ما بتحله غير رسبك بالمختبر، لانه هاي خلص هاي المعادله انا اعطيتك اياها، معادله التنقل من تيرم الى تيرم. عوض الان اي 2 راح تصير هاي الماينس راح تصير موجب، لانه لما يصير ناقص 1 قوه 2 شو بتصير؟ هي بصير موجب اصلا، فاللي هو عدد زوجي، بس يصير عدد زوجي بصير انه الواحد بصير موجب، فلما يصير 2 في 2 زائد 1 اكس قوه 5 على 5 فاكتوريال صح؟ شو السر بالموضوع؟ السر بالموضوع اللي هو هاي،
هذا السر بالموضوع. ناقص واحد قوة I وI من صفر بدل المالة نهاية. أنت حر choose an big number big. مرة خذ أن خمسة زي ما عملنا بالإي قوة إكس، مرة خذها عشرة، خمستاش، خمسة وعشرين، زيدها لها وشوف كيف الساين اللي بتحسبه من الماث السيريز هاي قاعدة بتقرب باتجاهه كل ما زدت أن. ماشي الحال؟ خلاص؟ اتفقنا؟ المرة الجاية بدي أفتش عليكم واحد واحد، راح أقول لك وريني نتيجة البرنامج، أطل شو عامل، وبدي البرنامج as simple as possible، ما بدي البرنامج تخليه معقد. فيش داعي إنك تروح تبحبش بالإنترنت وتقول وتقيم وتحط، لا بدي إياه بإيدك simple ببساطتك. هاي المعادلة موجودة عندك، يعني خلص فيش داعي إنك أنت لا تبحبش ولا شيء. هاي المعادلة هاي هاي هاي، وهذا لما تفرطها بتصير هيك. وصلت الفكرة يا شباب؟ آه؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب ما دام ما فيش حدا عنده أي سؤال، اليوم قديش بالشهر؟ 14/7. حذيفة خالد؟ حذيفة سامعني؟ نسيبة لبابنة؟ محمود فيصل؟ جمال عبيدات؟ سارة شبلي موجود دكتور؟ عبد الله غرايبة؟ يوسف عاطف موجود دكتور؟ محمود وائل؟ محمود وائل بدير؟ نور العمري موجود دكتور؟ سامر سمارة؟ سامر أمين؟ سامر أمين سمارة؟ استبرق؟ استبرق قدراوي؟ ليث محمد القضاء؟ نعم دكتور. باسل أحمد محمود الوقفي؟ عاصم جرادات؟ عدي حاتم؟ إبراهيم أشرف؟ موجود دكتور. عبادة هاني؟ عبادة هاني سليمان موجود دكتور. يوسف رائد خليل موجود دكتور. مؤمن محمود موجود دكتور. خليفة خالد خلف موجود دكتور. سوار المومني؟ سوار رهف المومني موجودة. زكريا محمد موجود دكتور. عمران فارس فراس موجود دكتور. ندى محمد نديم؟ ندى. قيس عمر؟ قيس. إبراهيم زيتاوي موجود. سالي الزعبي؟ سالي موجودة بس الصوت عندك كأنه في مشكلة. طيب شفاء زيد؟ شفاء اللهم صل على سيدنا محمد. عبد الله طعامنة؟ حاضر دكتور. زينة شحادة؟ موجودة. محمد عبد المهدي؟ موجود دكتور. سيلينا وائل موجود دكتور. شاهد محمد؟ شاهد محمد العزام؟ معتز عبد الرحيم؟ معتز؟
محمود خليل، أحمد رضا، نعم، جواد إياد، جواد إياد، جود إياد، جود، عفوا جود، أنا آسف. آه موجودة. أنا آسف. أوكي. جيلان فخر الدين، موجودة دكتور. رنا رائف، رنا، رهف نسيم، عبد الرحمن هيثم، موجود دكتور. قمر رائد، موجود دكتور. مجد محمد، موجود دكتور. حلا يوسف، موجودة. رايا إبراهيم، موجودة. محمد رأفت، موجود دكتور. رغد فخري، موجودة. محمود عبد النور، موجود دكتور. آيات محمد، موجود دكتور. عبد الرحمن سامر، موجود. ملهم مصطفى، موجود دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. أيوة تفضل دكتور. ده في مجال دكتور، والله ما انتبهت إذا طلع اسمي. شو اسمك؟ عاصم جرادات. عاصم جرادات، عاصم، عاصم، معقولة أنت أضفت متأخر؟ عاصم جرادات اسمك طلع، بس ما انتيش راد يعني، مش مشكلة. والله اعذرني عشان ما بضرش. بيجي بروح مش عارف. ما بضرش. مين كمان دكتور؟ أنا كمان كنت مستعمل مايك خارج وخربان. شو اسمك؟ حذيفة حجازي. تأكد إذا سمعت صوتي ولا لا. أهم إشي ما تكونش دخلت متأخر يا حذيفة. لا دكتور، داخل عادي من وقت المحاضرة، من 10 و حذيفة حجازي أخرت. آه 10 دقائق تأخرت. حذيفة هاي شطبت عنك الغياب. غيره في حدا؟ في نقطة مهمة جدا. في ناس بعثين لي رسائل، تبعث ليش على الإيميل؟ لأنه أنا الإيميل ما بردش عليه بالغالب، يعني بشوفه باشطبه على طول. أنا ببعث حلقة الوصل بيني وبينك المحاضرة والإيليرنينج، أنا ببعث لك إيميلات على الإيليرنينج، وداخل المحاضرة أطلب البتكية. الآن أنا لما أعطيك أسايمنت زي هاي وأقعد أتفرج على حل كل واحد فيكم مع بعض وإنتوا موجودين معي ونعطي ملاحظات، إحنا بنثري المعلومات والثقافة تاعتنا كلياتنا، واللي عنده فكرة جديدة بيستفيدوا منها زملائه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، أنا بقيم، ما راح أقول لك صح ولا خطأ ولا أقول لك ولا أعطيك التقييم، مش راح أعطيك التقييم. أنا بدي أشوف منك إنك بتشتغل، مش تودي لي الأسايمنت على الإي ليرنينج تعمل لي إياها أبلود وأنا أقعد أصلح فيها، وبعدين ممكن تكون ناسخة، ممكن يكون واحد حلك إياها. أنا بدي أشوفك قدامي بتعرض برنامجك وبتعرض شاشتك وأشوفك كيف حليت أمامي. ممكن أسألك سؤال واحد فقط بالبرنامج تاعك أمامي على الشاشة وتجاوبني صح أو خطأ، أو شو الصح، أو لو طلبت منك تعديل بسيط تعدله. هيك بكون عارف وعلى يقين إنك اشتغلت بيدك. لذلك رجاء، في ناس لما بيجي بيبعث لي رسالة بيقول لي لو إنك تبعثها كذا وتعمل كذا وتعمل، أنت ما بتعرفني شو بشتغل. أنا اثنين يعني 13 سنة بين الطلاب بالميدان بالبرمجة، هذولا وأنا تيتشر أسيستنت قبل ما أصير دكتور، فأنا عارف شو اللي قاعد بسوي. لأن هاي الأشياء اللي بنأخذها قاعدين step by step، بنشيل كذا، بنحط كذا، بنعمل كذا، بنعمل دوران، بنعمل رينج، كله الآن عملية ريفيو للمادة. مزبوط ولا لا؟ أنت ما استرجعت الآن كل المفاهيم اللي تعلمتها؟ لسه في قدامنا شغل كثير، بعدنا إحنا مبلشين بالأشياء اللي كيف نبرمج، بدنا نبرمج هاي، بدنا نبرمج هاي، بدنا نشوف كيف بدنا نبرمج هاي المسائل. لسه في قدامنا مسائل أخرى. وضحت الصورة يا شباب؟ فأنت ما إلك كيف أنا بدي أشتغل، إلك بالمحصلة النهائية قاعدة بتتعلم. اثنين، بدي أشوفك تشتغل بيدك. اللي نايم الله لا يرده، خليه يظل نايم. اللي معتمد على فلان يحله وفلان يحله، الله لا يرده، خليه يظل معتمد. اللي بدي يعتمد على ذراعه حتى لو كان بيجاوب غلط، أنا إله كل الاحترام وكل الدعم، وبالنهاية راح يتعلم.
وأنا على يقين إنه راح يتعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما لم نعلم ويفهمنا ما لم نفهم ويسهل علينا الصعب، فإنه إذا شاء جعل الصعب سهلا بإذنه. والله يعطيكم العافية. في حدا منكم عنده أي سؤال أي استفسار قبل ما أنهي؟ مش راح أعطيكم أكثر من هيك اليوم. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. بالنسبة لحضور الغياب طلع اسمي لأنه عندي مشكلة بالمايك. شو اسمك؟ عبد الرحمن هيثم. يا قمر عبد الرحمن هيثم. قمر الأشقر. دكتور بس لو سمحت ممكن أصور البرنامج كيف كتبته على السبايدر، لأنه أنا ما طلع معي الحل نفس الحل تبعه. عادي، ما هو أصلاً أنا راح أرفع المحاضرة كلها على القناة. تمام شكراً لك. مظبوط. بتراجع بترجع تقدم الفيديو لوين ما بدك. مظبوط تمام. عبد الرحمن إيش قلنا؟ عبد الرحمن هيثم دكتور. عبد الرحمن هيثم. عبد الرحمن عبد الرحمن. عبد الرحمن حاضر انت حطك مش غايب. لانه في عندي مشكله بالمايك دكتور. لا عبد الرحمن حاضر ما فيش مشكله. مشكور يعطيك العافيه. هلا بيك دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك تفضل. دكتور بدي اتاكد بس اذا حطيتني حضور، بس مش عارف اذا انا حكيت نعم بس بدريش اذا حطيتني ولا لا. اللي حكى نعم حطيته. حاضر. شو اسمك؟ ليث القضاء. ليث انت حاضر يا لي. تمام شكرا دكتور. هلا بيك الله يعطيك العافيه. في حدا لسه عنده؟ تفضل. بعثت لك الجيميل بخصوص المحاضره الماضيه عدلت لك عليها. دكتور انا حكيت نعم بس بدي اتاكد اذا الكائن مايك كان فاتح او لا. انا رنا رافع بيدات. اشكرك يا شو اسمك انت؟ محمد عبد المهدي. نعم جوب لرجوب محمد عبد المهدي. اشكرك جزيل الشكر. مش مشكله، ما يعني الصوره عاديه، بس يعني انا ما بحبش يظهر صور في يعني في اثناء الشرح، بس لانه هاي انترنت، فانت لما بتطلب شغله يعني متوقع انه يظهر لك شيء معين او يظهر لك صوره ما بتكونش مناسبه للمحاضره ولا ما فيها شيء. فبارك الله فيك الله يجزيك الخير يعني. شكرا جزيلا. راح احتاجك فيما بعد بعمليه المونتاج. ابشر متى ما بدك. شو اسمك مره اخرى؟ رنا عبيدات. رنا. اوكي اوكي رنا خلص حاضر. يعطيك العافيه دكتور. هلا. غيره يا شباب. دكتور في بنت اسمها ندى مايكها مش فاتح بس تحكي لك انها هي حاضره. طب كيف حكت معك عشان تحكي لك؟ اتصلت معك تليفون يعني؟ لا هياتها على الشات بعتها. ندى ايش؟ ندى ابو عبا. هسه بشوف الشات. طيب ندى ابو عبا خلص اوكي يا ندى ما في مشكله عندي. غيره يا شباب. في حدا؟ خلينا نشوف الشات. في حدا؟ في حدا عنده مشكلة ظل؟ طيب ما دام ما فيش حدا عنده أي ملاحظة أو مشكلة، هيا الأسايمنت أمامكم. والمرة الجاية قلت لكم بدي أفتش، يعني بدي يعني هي مش ما تأخذهاش تكون ستريست، لا خلك معي خلك مرتاح نفسيا معي. اعمل برنامجك بإيدك، الستايل تاعك خليه على البرنامج، حط أفكارك في البرنامج، حتى لو كان خطأ أنا قابله منك، حتى لو كان خطأ بس يكون شغل إيدك. حتى لو روحت قريت من الإنترنت وفهمت اكتب بالطريقة تاعتك واختصره وضبطه make it simple as possible. ماشي يا شباب؟ الله يعطيكم العافية ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة.